مصادرنا الخاصة من داخل اتحاد كرة القدم، اللجنة المكلفة بمناقشة عقد كاساس، اللجنة المكلفة بمناقشة عقد كاساس التي شكلت برئاسة النائب الأول الأستاذ علي جبار، رفعت توصية إلى المكتب التنفيذي بالموافقة على زيادة عقد كاساس. يعني الآن تمت الموافقة على زيادة عقد كاساس، اللجنة المشكلة للمفاوضات مع وكيل أعمال كاساس رفعت توصية خاصة إلى المكتب التنفيذي بالموافقة على الزيادة في عقد كاساس. يعني أقدر أقول الأمور حسمت، كاساس مستمر بعد الموافقة من اتحاد الكرة على زيادة عقد كاساس. هذا القرار الأول. القرار الثاني قرار إبعاد راضي شنيشل عن المنتخب الأولمبي، لم يحسم أمره حتى الآن وبانتظار قرار اللجان الفنية. طبعا هذه القرارات مصادر خاصة من داخل اتحاد كرة القدم لبرنامج ملاعب. أريد أروح وياك كابتن ثائر، تحديدا الموافقة على زيادة العقد، ونقدر نقول كاساس مستمر مع العراق. استاذ معاذ، انا ذكرت قبل شويه يعني الاتحاد ما عنده حل الا الذهاب مع تجديد كاساس وزياده عقد كاساس، لانه تعرف مثل ما اسلفت انه الحاله صعبه جدا، وخصوصا انه الكابتن عدنان درجال عنده سابقه موضوع كاتنج وقالت كاتنج، وبالتالي انه مريد انه يعني تعرف انت تصير مشكله كبيره على الكابتن عدنان درجال نفسه اذا لم يتم التجديد لكاساس من الشارع الرياضي. يعني هذا التأييد الكبير للكابتن عدنان درجال راح ينقلب بالضد اذا لم يجدد لكاساس، وبالتالي انه مثل ما قلت لك انه ما عندهم حل غير تسوية الامور وترتيب الامور مع كاساس في انه يستمر مع المنتخب الوطني. لكنه بنفس الوقت استاذ معاذ، حتى نكون واقعيين، الان السؤال يطرح نفسه، الان اذا كاساس النتائج هذه الاربع مباريات لم تكن ايجابيه، يعني كيفيه التعامل؟ هل يصبرون على كاساس انه يستمر كل تصفيات كاس العالم؟ هذا سؤال ايضا يطرح نفسه. انت الان اعطيت عقد وزيدته وهذا المبلغ الكبير، لكنه يعني انا يعني فعلا هي كمجموعه على الورق نتكلم اسهل مجموعه ممكن تسويها للمنتخب العراقي. نعم كابتن ثائر، كابتن ثائر راح اجي وياك بهاي النقطه، اناقشها تحديدا وياك على مود المنتخبات، بس خليني اروح للدكتور كاظم استفسر منه ايضا نفس النقطه. دكتور كاظم، الان خلاص الامور اتجهت الى تجديد عقد كاساس والموافقه على الزياده الماليه، اتحاد الكره اتجه للخطوه الصحيحه؟ والله حاليا هي الخطوه الصحيحه، رغم انه احنا ما نعرف يعني شلون صار الاتفاق، يعني بتقليل نسبه معينه من الزياده في حاله انه النتائج المستقبليه تحكم انه بقاء عدم بقاء عدم تاهل مكافاه، يعني هاي يمكن ما نعرف احنا بعدين راح تبين شروط الاتفاق، اكيد بالاتفاق اكو شروط يعني، ولا هم ما كان عقدوا اجتماع معاه وشكلوا لجنه وبعدين قام من اول مره يقول لك يا وافقنا على الشروط، لكنه اكيد بالتاكيد اكو خلال هذا الاجتماع اللي صار اكو بيه، تعرف ان كل مدرب من يزيد السعر حتى يقول لك خل اذا قللوا هم انا الرابح، يعني فاعتقد يمكن يجوز حل توافقي صار مع بين الطرفين، وهذا يعني اتمنى انه يكون بصالح منتخبنا، لان احنا الكل يعني ننسى المشاكل ننسى الاحقاد، لكنه المهم انه المنتخب العراقي ينتهز هاي الفرصه الذهبيه، يعني اللي يمكن توصلنا الى نهايات كاس العالم، وهي فرصه يعني اقول لك يعني فرصه ذهبيه بصعود 8 فرق، يعني مو يعني حرامات انه ما ناخذ فرصه الصعود في هيك مجموعه سهله وفي زيادة يعني كبيرة 8 مقاعد من آسيا للصعود إلى كأس العالم، فأعتقد هي هاي إحنا نقول نصبر إن شاء الله وتتحقق نتائج جيدة. نعم. بس يمكن الشروع كلها يعني إحنا نقول الحلول هي يم الاتحاد كرة القدم، هو شو وضع حلول آنية حلول مستقبلية يمكن راح تتوضح للإعلام يجوز خلال الأيام القادمة.